صبحكم بالخير، تأخرنا عليكم بالفيديو اليوم. امبارح عم شوف بالجديد تلفزيون الجديد بلبنان جايبين وليد علم الدين انه انتي سعد الحريري وجبران باسيل رشحوك انك تكون رئيس وزراء. صحيح هالكلام؟ سألوا. بعدين جابوا أديب، مصطفى أديب. انا بقولكم مشكلة لبنان انه بينسى الانسان. الكمبيوتر بيحط الملف تبع كل انسان، مين هو هالشخص؟ اسمعوا، مين هو وليد علم الدين؟ وليد علم الدين خاله رشيد، الرئيس الشهيد رشيد كرامة، يلي احدى اهم رؤساء وزراء لبنان بتاريخ لبنان. العميد ريمون ادي دوما كان يقلنا ببيريز، ابو عبد الحميد دوما ياخذ مع رئاسة الوزارة وزارة المالية لانه كان يحافظ على القرش، على المال العام. طه ميقاطي سرقن بشحطة قلم. نحن اللي برزوا علينا بالقيل والقول ثلاثة، طه ميقاطي قول وقيل عمل مليونير، جان عباد قول وقيل كله تيجي عند السوريين يعني عمل مليونير، قول وقيل عند رفيق الحريري لهذا المشروع عمل مليونير. اخذوا الجاه والمال، تأملوا يا جماعة وما كان يرفي. ليش ما في ملف؟ وليد علم الدين، وجدي معوض، وجدي طنوس صحاء معوض، عمل اتفاق مع فيلادلفيا بنك. جوزيف عبدو خوري قدموا لفيلادلفيا بنك بأمريكا، عملوا مقابلات معه ولقيوا كفو. بدن كنتوا كلكن بتعرفوا أنا زي كل كاش الكرة الأرضية موجودة بالشرق الأوسط، لذلك كنتوا تشوفوا أكبر رؤساء مجالس إدارة بالبنوك بالعالم شوفوها بالسان جورج ببيروت، ديفيد روكفلر، ريستون، فيرست ناشيونال سيتي بانك اللي اليوم السيتي بانك، كالكر كمان كانوا. ليش؟ كاش العالم كله بالشرق الأوسط من النفط، هول بنوك بدن زبائن. ففتح فيلادلفيا بانك وجدي معوض مكتب ريبريزنتاتيف، لأنه الحرب بلشت ببيروت، حرب السنتين، فنقل إلى لندن. بعدين قرر ينقل إلى باريس وجدي معوض، بيجيب شغل معه بالمكتب وليد علم الدين إنه خاله الرئيس كرومي وكذا، بيجيب زبائن. شغلته هالمكتب يجيب زبائن، الزبون بيحمل حاله مثل ما هاجرت هاللبنانيين، شيعة فرنسا، شيعة جنيف، شيء على لندن، وخصوصا اللي ما معن شهادات، مطاعم، جرسونات بالمطاعم حقهم يعني هي مهنة. صاروا هاللبنانيين على طريقة اللبنانيين. واحد اسمه شاب اسمه إلي أبو طقة، أنا باخذك على المطار، أنا بجيبك من المطار بدك تروح على المستشفى تاكسي، بس هذا كله إيليغال، ما معه رخصة يشتغل هيك، وبياخد كاش. وبهيك الوقت كانت البنوك هيني، افترض اعطيتني شيك بتحطه بالبنك، كانت هيني الأمور بهيك الوقت. فإليح بيقى بيتعرف، إلي أبو طقة بيتعرف على وجدي معوض، أنا بعمل لك خدمات، باخدك وبجيبك على المطار، بجيبك من المطار بيكتب، بعمل لك حجز بالمطعم، أش بدك، المهم تدفع له. حتى مرته لبنانية انه ليش بدك تجيب ناس تينطفوا لك البيت، مرتي بتنطفه، ولكن هذا إيليغال كاش. في كتير ناس بدهم يتعينوا وزراء بأمريكا، الـ FBI تعمل التحقيق تبعه، يلاقوا انه يشغل ناس ببيته من المعلنين، ما يدوا ياخذوا وزير، وقريناها ملايين المرات مش مرة واثنين. ما لك حق، هذا ضد القانون. اذا انت غير مؤهل انك تكون وزير بدولة لبنان او بمركز كبير بالادارة بالولايات المتحدة الامريكية.
CIA وFBI أي يعني مراكز كبيرة ما بتقدر الانفستيجيشن في الفايل تبعك. من خلال وجدي معوض تعرف على وليد علم الدين، من خلال هالخدمات تعرف على شاب لبناني بيو لبناني وأمه أفريقانية جميل السعيد، ياخذوا ويجيبوا لما نجي على لندن، تلفن له يقول له أنا جاي على لندن، يجي على المطار ياخذه ومن المطار يرده ويعمل له خدمات اللي بده إياه. اللبناني بيعمل هالخدمات من كل شيء، إذا ما نسمي الأمور بتفاصيل من كل شيء. طالما أنا معي ميل ليش بدي حط إيدي هون، هو بيعمل بيحط إيده وبيجيب لي البدية. فهمتوا علي؟ ما في لزوم كفة. قالوا جميل السعيد بأفريقيا وكذا وبدي يعمل معمل كذا وعم ببرم مثلا ضمن الحديث بتجرى هيدا. كان يجوا لعنا كتير سعودية إنه بدنا شركة بتتعطى الكهرباء بتتعطى كذا، كل اللبنانيين اشتغلوا بهالشي. فبيقول له إنه بدي تمويل، قال له أنا بجيب لك التمويل إلي أبو طقو. صار يخدم بهالوقت زيته كمان مثل ما كان يخدم وجدي معوض يخدم وليد على بالدين. جمعوا بجميل السعيد وزبط وشيل وكذا وصار كل شيء لوليد علم الدين، هدايا مطاعم كذا يدفعوا عنا وما بدو يلكم كلهم بيستعملوا البنات. هذا وليد علم الدين، هذا ملفه، اخذ سندات لجميل السعيد لدولة بونز دولة سيراليون انه تيعمل معمل سكر معمل كذا الى اخره. المبلغ ما بعرفه كتير، لازم يكون 20-22 مليون دولار. وليد علم الدين سهل بالرابور تبعه مع فيداليتي بانك انه هذا زبون كذا والى اخره، فتحوا حساب والبونز ما اندفع صور ورق مثل بونز لبنان مثل سندات دولة لبنان صفر. هيدا وليد علم الدين. صور إلي حبايقة معه، صور إلي أبو طقة معه فلوس ملايين، أخذ مبلغ كبير لازم يكون من جميل السعيد. بعد الطريقة اللبنانية ذكر، فصار يهتم لما عاد يجي عنده اثنين رولز رويس الي 1 والي 2 روس ومعي تحمله والله مصريات. طلق مرته اللبنانية واخذ مرة انجليزية. كان يجي عنده كمان لازم يفوت على الحبس خي البير منصور اللي كان بالجيش اللبناني سلموا لياس الهريوي عن ايامه امن الدولة. يمكن مرقت الايام شفت هالجنرال منصور ورا فؤاد الزيات يعزموا على لندن، عطوه فيشي 5000 باوند قدامي أنا حتى بجيب تقول يعمل حيل وياك حد الروليت ما بيلعب. خلتي فؤاد فيت على الغرفة البرايفت روم تيلعب فيشن وحطن بجيبته. هذا منصور اللي معلق نجوم أمن الدولة. كل شيء ما بتفتحوا ملفات بلبنان، سعد الحريري قلت له مرشحك سعد الحريري وشو هذا وجبرون بيسيل وليسيفلين اثنينكم معنكم ملفات لقولوا قيل وقولوا قيل طريقة طهامي قاطي وشو اسمه وجان عباد ونهاد المشنون. طيب انت يا رفيق طلب منك طاق الدين الصلح انه بيخدمك نهاد المشنون، صرت معتقده ديفيد سميث. رفيق كمان ما عاد حمله روسه. كل هالأخطاء تبع رفيق على صعيد الشغل ليش؟ لأنه رفيق عنده حقد جبريات سلامي كمان من جوا، مش حقد خفية لبنانية إنه البنك الميديتراني بباريس عم بيربح مصريات ربح 11 مليون فرنك بسنة. ليش؟ لأنه الياس الناشف ياخدوا بوزيسيون هني إلن حق يلعبوها 24 ساعة ويسكروها الساعة 5 بعد الظهر كل يوم بيومه. عملوا 11 مليون بحضور جوزيف غلام
بده يفرشي كان يبرم كي بده يتعرف على الياس الناشف. انه انا بعمل الياس الناشف جيب رياض سليمي ملك الدولار ملك الموز. يوسف جرجورة بووتربيري طلعوا على الدكاني ما في موز طلعوا بطلقوا بصل بطلقوا خيار بطلقوا كل شيء بالدكاني تبع يوسف جرجورة. ملك يا ريني باك ملك ملك الموز ما في شيء ملك هو بيقدر يفتح اعتماد بهيك الوقت يكون هو بيشتري من الوكيل. انا وكيل هالشركه تبع الماس بووتربيري وزع على دكاكين على السوبر ماركت. شو بدي احكي لكم اول وقيل بلبنان كله سوا هيدا وليد علم الدين. يعني انديريكتومو سرق بنك فيلادلفيا. انت سعد الحريري وجبرون بيسيل الكن عاد تقولوا بدنا نرشحه هلا بكن جيبوا رئيس وزراء جيبوا ملفه بيت المئاتي سرقين لبنان شركه هن وبشور الاسد سرقوا لبنان. ما في شيء بيبين مثل ما قال بمجلس النواب الرئيس عمر كرامه بيجوا بيقولوا لك فاتورتك التليفون 6 دقايق ليش ما انا 4 ليش ما انا 3 مين بيقدر يعمل لك كنترول. اثنين استعملوا الخطوط تبع الدولة اللبنانية طه مئاتي وخيو نجيب بتجيبوا رئيس وزراء. كل واحد بكن جيبوا رئيس وزراء جيبوا ملفه تتسرقوا دولة ما بقى في دولة وميل على لبنان ما حيفوت. إذا بيضوا وشكم جيبوا رئيس وزراء نظيف مثل سليم الحص جيبوا ما بتكن تسرقوا ما بقى في شيء للسرقوا خطوهم كلهم. كل واحد عنده ملف كل واحد عنده ملف بالكمبيوتر عندنا بأمريكا كل واحد عنده ملف. كل ناشط سياسي اقتصادي مالي عنده ملف مين ما كان يكون. هذا وليد علي الدين اللي مطلعينه على التلفزيون الجديد خلي يجاوبني خلي يجاوبني بالمحكمة ما بده شيء يشكي بأمركم. أهلا وسهلا فيكم.